خير مشاهدينا الكرام في فقرة جديدة من فقراتنا لليوم ببرنامجكم برنامج يوم جديد. زي ما عودناكم نستضيف في حلقتنا لليوم أو في فقرتنا لليوم دكتور ساسي موسى، وهو مختص في الإرشاد النفسي وتعديل السلوك. مشاهدينا في حلقتنا لليوم نفتح في ملف من الملفات المهمة أيضا، وهو العناد لدى الأطفال، حيث أن العناد يعد من الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الطفل، ويؤثر على الطفل في مستقبله وفي تعاملاته وفي تصرفاته مع الآخرين. نناقش العناد وكيفية التعامل مع العناد وطرق علاجه أيضا وأسبابه مع دكتور ساسي موسى. صباح الخير دكتور. صباح النور، بارك الله فيك. صباح الخير عليك دكتور. لو نتكلم على العناد، كيف نعرف ان هذا الطفل هو يتسم بالعناد؟ كويس، احنا كما نعرفوا العناد بصفه عامه هي حاله تنشا نتيجه اللي هو تكوين نفسي صحيح للطفل، ويكون طبيعي 100% العناد هو من سن اللي هي العام ونصف سنه ونصف الى غايه 3 أو 4 سنوات، لكن في حال تستمر معه الى غايه 5 أو 7 أو 8 سنوات تصبح في مشكله. احنا نقول المشكله متكرر السلوك كذا مره يسبب نوع من الانجعاز للاهل وحاطين بالطفل نفسه، احنا نقول فيه مشكله للعناد. لكن العناد كبدايه في العمر نتاع الطفل تعتبر حاله طبيعيه، وهذا مؤشر تكوين نفسي حقيقي، بناء نفسي نقول فيه احنا صحي مضبوط ماشي مع الطفل بصفه عامه. المشكله احنا الناس في لخبطه كبيره بين العناد وبين رفض الامر. العناد هي حاله مؤقته لموضوع معين ويمشي الطفل الحاله، مش زي العصيان الامر اللي يستمر لوقت طويل العيل يدير ما يبي. والعناد طبعا نسبه 70 او 80% ينشا نتيجه هو تقليد الطفل للكبار. ممكن تكون الام عنايديه، تكون ابو عنايدي، يكون حد في الحوش عنايدي من خوت الكبار للطفل نفسه. الطفل يحبو حبو الشيء هذا او يستخدمها الوسيله هذه كحيله دفاعيه باش هو ياخذ الحق نتاعه، او على الاقل انه هو باش يثبت وجوده في وسط الاسره يعني. طيب هل هنالك ربما انواع للعناد والتفرقه بين انواع العناد وعصيان الاوامر؟ كويس، هو العناد كل عناد واحد قسم على النفس لعده انواع. الانواع الواضحه واللي معروفه في العناد اللي هو المؤقت نسموه فيه احنا، متعلق بحاجه معينه ويختفي. وفي العناد الممتد يعني يستخدمها ذريعه في السلوك نتاعها باش يقدر يتحصل على كل ما يبيه نسموه فيه. في انواع اخرى غير ما نشوشوا بها الناس، لان احنا مشكله الناس وقت يسمعوا معلومه يركبها في بالهم ويقارنها بطفل يعتقد ان الطفل هو مصاب بهالمشكله هي بصفه عامه. وفي عناد مرتبط بانه الطفل عنده نقص في احتياج لحاجه معينه يستخدمها كذريعه باش يتحصل على الشيء اللي يبيه يعني. طيب كيفية التعامل مع العناد؟ كويس، العناد طبعا لازم الأب والأم يتحلوا بالصبر، شيء مهم جدا جدا انه يوسعوا بال نتاعهم، يتحروا الموضوع وراء العناد اللي صار للطفل بصفة عامة، شنو صاير بالضبط علاش يعاني الطفل هو، نحاولوا لما هو يطلع من دروة العناد نفسه نناقشوا في الموضوع علاش تعاني بالضبط، شنو المشكلة اللي عندك بالضبط، انت شنو تبي بالضبط. ثاني شيء نشوفوا احنا الأخطاء اللي عندنا احنا كناس كبار علاش عيننا قاعد يعاند، نشوفوا المؤثر اللي يخليه الطفل يعاند، ممكن يكون مؤثر يكون قرناء تعلمهم الشيء هذا، أو شوف في خوت أن هم معلمين الموضوع العناد بصفة عامة يعني. طيب لو تكلمنا دكتور، يعني أنت قلت يعني فيما سبق أن هنالك فرق بين العناد وبين عصيان الأوامر، لو ضربنا مثال على كل واحد فيهم باش الأهل يعرفوا أن هذا طفلهم قاعد يعاند أو قاعد يعصي في الأوامر. كويس، العناد يكون مؤقت، ما تقولش هلبة، مثلا زي تقول نقول مثلا نوض من قدام التلفزيون، يقول شيء مانيش نايض، ممكن تصاحبها نوبات عياط وصراخ. طيب هناك مثلا شيء كيف هذا ينوض ويمشي، أما عصيان الأوامر حيقمزك باش ينوض لك بكل ويجادلك يقول لك لا مانيش نايض يعني. وديروا ما تبوا، وتصاحبوا نوبات يعني اقوى من نوبات العناد، تخبيط وعياط وتكسير تخبيط القدمين، هذه المشكله وتتكرر كل يوم تزيد الحده نتاعها كعصيان اوامر ويواجهك بالكلام يواجهك او بالرفض يعني. طيب العناد ربما هو مشكله نفسيه، مشكله ربما هي وراثيه؟ لا هي ماهيش وراثيه، تكون سلوكيه اكثر لانه تقليد للغير يعني، يكون زي المهاره يعني تكون عند الشخص نفسه. ممكن تكون عائله فيها اضطراب، احنا نقولوا فيها يقول لك والله فلان طلع عنايدي زي جده ولا زي عمه، هي موجه وسلوك موجود ممكن في العائله نفسها او النمط اللي تعيش فيه العائله عندهم السلوك هو طبعا، وتورطوا فيه كمهارات يعني.
طيب كيف ممكن ان احنا نحاول نحده من هذه المشكله؟ الاهل لما بيحاولوا يحدوا من هذه المشكله, مشكله العناد, حتى باش ما توصلش الى سن البلوغ وسن الرشد, حتى ان احنا نعرفوا ان في كثير يعني من سن الرشد والبلوغ غيرهم معندين عندهم صفه العناد, كيف يمكن التغلب عليها من لما يعني العيل يبدا صغير؟ يقول فيه مثل لما تعرف السبب يبطل العجب, ممكن سبب بوع نايدي او ام عنيدي يعني او حد من العيله نفسها, نعالج السبب المسبب المشكله عند الطفل. ثاني شيء نحاول الطفل نخلق له عده اشياء بصراحه بحيث يطلع من المحوره هو او المشكله هذه, لان العناد اكثر شيء عند الاطفال اللي هم عندهمش فرصه يلعبوا هلبه في الشارع او يخلطوا قرنائهم في الشارع, يتعامل مع الناس الكبار اكثر من الناس الصغار يتعاملوا معهم, وهذا يخلق لهم العناد. تلقى عيل عايش مع امه وابوه في الحوش, تلقى الفرق بين الطفل والام والابوه شاسع, يعتقد البو ان العيل يتوقع منه كل شيء, لازم تتصرف تصرفات الكبار, ما عندهاش خبره. خاصه احنا مشكلتنا في ليبيا الجواز متاخر, تلقى البو عمره في 40 سنه وال 37 38 45 سنه, ما عندهاش هذيك التكنيك انه يفهم الصغار الصغيرين, الام حتى هي كبيره في السن وسعه البال حتى هي تبدا اقل, يبي يتوقع من الطفل انه هو يلبي اوامر نتاعه, هذه هي المشكله في تلبيه الاوامر, وهذا غلط. العيل خذها ذريعه انه يحس كانك انت تحط متسلط عليه, يستخدم الذريعه باش يهرب من الموقف, هذا غلط. نعالجوا النقاط اللي كلها نعالجوا, نقدر العائله نطلعوا مشكله العناد. اللعب مع القران شيء مهم جدا جدا باش يفهم الصار اللي خالطين بالضبط. ثاني شيء نحاول ننزلوا لمستوى العيل ونكونوا معاه مرنين بدرجه كبيره. عمرك العناد تقابل بالعناد انه هو حيزيد الوتيره نتاعها يعني. طيب هل ربما للفيديو جيمز والالعاب الالكترونيه والانترنت وغيرها دور في مشكله العناد في نموه مثلا؟ تزيد لان انت العيل يعني يتعلق لك بالماده هي نفسها برسوم تحركه في التلفزيون تفرج عليها ولا بالنت ولا باي العاب نفسها, وهو بيطلب بياخذ ما هو فاقد شيء في الاسره كجليس الاب والام والخوت, يعتقد انه هذا الجليس نتاع انك انت اخذت له وقته من الجليس اللي قاعد فيه, تبدا عندها حكايه العناد هذه. وهذه المؤشرات الخطيره, هي الام تفرح بالاشياء هذه على الاقل نفتك من دوشتهم ونفتك من تحواس الحوش, على الاقل نحطها قدام التلفزيون بالنت نفتك منه, وهذا غلط حيخلق لك عناد. يوم غضب ما تدريش تدمرك, انا تقول انا برا جيب خبز ولا برا حل الحوش وكلام مانيش نايض وعند فيك, انك انت عطينا المجال هذا, وهذا موضوع خطير طبعا لازم ينتبهوا له. طيب اذا كان مثلا الاهالي زي ما انت ذكرت يعني بكري ان في اضطراب هو في العائلة وفكرة تقبل أن طفلهم معاندي أيضا هي فكرة غير مقبولة رغم أنها هي موجود في العائلة, هل من الممكن التغلب على هذه الصفة حتى وإن كان هو أصلا وجودها في العائلة؟ يعني كيف يمكن علاج ذلك؟ يعني كويس, هو العيل يقتبس في الشخصية, تم تقول لك العيل كعنايدي كفور بلا مؤاخذه يتسكر في الدماغ ياخذها صفه خاصه يعني عنايدي. انت غلط, انت ما تنوضوش فيها, يقول حدا كيف تعرفي يا ولادي راه مش كويس, مش يقول انت عنايدي, هذا راه واحد عنايدي فكونا منه, راه ما عادش تكلموا راه هذا عنايدي, ياخذها صفه خلاص باش لما يعاركوه هذا عنايدي ما عادش نكلموا, لا غلط. العلاج ما توصماش به, انت عيب على الشيء اللي قاعد يدير فيه الطفل باش يطلع من مشكلته, مش انت توصمه بها, لا هذاك ولدنا فكونا منه راه عنايدي, ما يقراش انه عنايدي, ما يمشيش انه عنايدي, ياخذها ذريعه ويمشي في القصه نفسها, يعني هذا غلط. يعني من اكبر العلاج انك انت ما توصلش بي يعني. طيب اولى طرق العلاج, اكبر علاج احنا نقولوا فيها نعرفوا الاحتياج نتاع بالضبط شو مشكلته, علاش هو عنايدي. هو في من الناس ممكن يدمروا مره عاد ما تخافش, لكن كانت تكررت مشكله مره نقولوا احنا لازم نخشوا للعلاج. واهم علاج احنا نتخذوه انه هو احنا نسمعوا له نفهموا معاه نطلع منه شنو الشحنه الزايده اللي عنده بالضبط عن طريق اللعب. اهم شيء احنا نكتشفوا صغارنا في اللعب, نكتشفوهم على شيء عنده بالضبط, ممكن سلوك واخذ من اي شخص ثاني. ثاني شيء نحاول نتحاوروا معاه بعد ما تطلع نوبه العناد اللي صارت له, انا ما جيه نقعدوا نهدرز احنا معاه باش نفهموا المشكله باش نقدروا نحلوا الشفرات نتاعه. ثاني شيء نحاولوا انه هو نعطوا فرصه ومساحه كبيره من الطفل يعبر نفسه باش نقدروا نقصوا العناد اللي عنده يعني. نعم, شكرا دكتور ساسي موسى المختص في الرشاده النفسي وتعديل السلوك, كنت ضيفنا هنا في الاستوديو, شكرا جزيلا لك, شكرا لكم مشاهدينا.